بسم الله، إن شاء الله النهاردة هنبدأ في تصميم الفي بيلت. كنا خدنا في السكشن اللي فات الفلات بيلت، هو عبارة عن مجموعة من الخطوات الثابتة اللي بنبدأ نمشي عليها لحد ما بنوصل في النهاية تصميم الفلات بيلت. هكذا برضو سكشن النهاردة اللي هو عبارة عن الفي بيلت، برضو هو عبارة عن مجموعة من الخطوات ببدأ أمشي عليها ومجموعة من التيبل، والموضوع بسيط. عايزين بس أول حاجة قبل ما نبتدي في التصميم إن إحنا نبدأ نشوف المشاكل اللي الناس عملتها في الرسم. يمكن أول حاجة لاحظتها في معظم الناس إن الناس مش رسمة بستاندر أصلاً، يعني دي يعني المفروض أساسيات ما نتكلمش فيها أصلاً. أنت متعلمها في أولى ميكانيكا، يعني ده كده لوحة طالب من زمايلكم في أولى ميكانيكا السنة دي. يعني تخيل أنت مش ملتزم أصلا بالستاندر عشان نبدأ نخش في نتكلم في تفاصيل الرسم. أول حاجة دي كده اللوحة الستاندر اللي أنت بترسم فيها اللي هي عبارة عن الـ A3. المفروض أول حاجة بتبدأ تعمل التيبل، يعني حاجات أصلا الناس مش عاملاها. الناس مش عاملة تيبل، الناس مش عاملة أبعاد، مش كاتبه ابعاد، الناس مش مرقمه القطع، يعني مش عامله تيبل اصلا ومش مرقمه القطع. يعني فده كده يعني غلط، يعني المفروض اللوحه دي اصلا ما تتقبلش، يعني المفروض ما اقبلش منك اللوحه اللي بالشكل ده. فالمفروض اول حاجه ان انت بيكون في عندك تيبل، التيبل فيه بتبدا ترقم القطع اللي موجوده عندك في الاسمبلي، بتكتب في الديسكريبشن، بتكتب فيه اسامي القطع، بعد كده بتكتب عدد القطع اللي موجودة. يعني مثلا البارت رقم واحد في منه عنده قطعة واحدة، البارت مش عارف رقم خمسة في عندي منه 4 قطع. بعد كده بتبدأ تكتب الماتيريال، لازم الماتيريال، لأن أصلا يعتبر معظم البارتات اللي انت بترسمها دي احنا مصممينها وحاسبين حساباتها، فاحنا كنا فرضين فيها ماتيريال، فانت لازم تكتب لي الماتيريال اللي انت شغال بيها في حساباتك. يعني يا جماعة الديزاين مش حسابات بس، الديزاين حسابات بجانب الرسم، وما يعني ما ينفعش ان انت تعمل حسابات وما ترسمش، وما ينفعش ترسم من غير ما تعمل حسابات، الاتنين معتمدين على بعض. ان عملت حاجة واحدة وسبت التانية ده يعني المفروض، يعني لو هعلم لك المسألة دي انا مش هحسب لك المسألة دي اصلا ادام ما فيش رسم. فاول حاجة الناس تلتزم بالتيبل، تكتب ترقم القطع، تكتب اساميهم، عددهم، تكتب برضو الماتيريال. هكذا برضو لو في ملاحظات مثلا ممكن تبدا ترسمها، يعني مثلا لو كان في عندك مسمار ممكن مثلا او اذكر هنا الام بتاع المسمار كام. هكذا. بعد كده بتبدا تحط التيبل، ومفيش اي رسم بيعدي التيبل، يعني زي ما زمايلكم في اولى كده رسمين، المفروض اصلا انتوا رسمتوا حاجات بالشكل ده السنه اللي فاتت. المفروض بيكون في عندك الرسم ده كده، الرسمه الاسمبلي، الرسمه الاسمبلي ما بتعديش الخط بتاع التيبل، يعني الخط بتاع التيبل ده الرسمه ما بتعديش فيه. بعد كده الرسمه بتبقى متناسقه في نص اللوحه، يعني الراجل هنا عامل المسقطين، المسقطين دول موجودين في نص اللوحه، تمام كده. يعني مش عايز اقول لك اصلا المسافات ما بينها واحده، يعني المسافه اللي هنا هي نفس المسافه اللي هنا، والراجل عامل المسافة اللي هنا هي نفس المسافة اللي هنا هي نفس المسافة اللي هنا. يعني الراجل أصلا من قبل ما يبدأ يرسم بيبدأ يحدد الأبعاد الخارجية بتاعت اللوحة بتاعته، ويبدأ ينسق الأبعاد. ده رسم عشان تبقى اللوحة متناسقة في النهاية، يعني ده كده أساسيات رسم من قبل أصلا ما ندخل نتكلم على التفاصيل أو الأخطاء اللي الناس بتقع فيها. أول حاجة الناس مش عاملة أو مش ملتزمة بالستاندر بتاع اللوح. بعد كده في الجزء الثاني من التيبل المفروض حضرتك بتكتب اسم القطعة اللي انت اسم الاسمبلي او اسم الجزء اللي موجود عندك ده، بتكتب سكشنك، اسمك، البنج نمبر بتاعك. طبعا حاجات يعني عيب ان احنا نقعد نتكلم فيها دلوقتي. بعد كده بقى عايزين نبدأ نشوف التفاصيل الخاصة بالرسم، بس تاني بنأكد اللوحة لازم تكون ستاندر، التيبل، الأبعاد، الترقيم، الرسمة بتاعتك تكون في النص، الرسمة بتاعتك ما تعديش الخط بتاع التيبل، تمام كده. بالنسبة بقى للرسم،
تعالى كده، كان أول حاجة في عندك رسمتين خاصين بالسلندر، واحدة بسبرينج والتانية من غير سبرينج. تعالى برضو نبدأ نتكلم على التفاصيل بتاعتهم. دي كده يعتبر أول رسمة، دي كده الرسمة اللي ما فيهاش سبرينج. فالميكانيزم ده كان شغال إن أنا بديله فلويد من اللور كفر وفلويد من الأبر كفر، تمام كده. والبيستون ده بيبدأ يطلع وينزل. أهم حاجة عايزين بقى ناخد كل جزء كده ونبدأ نشوف التفاصيل اللي الناس عملت مشاكل فيها. تعالى نبدأ أول حاجة بالمسامير، الجزء بتاع المسامير. أول حاجة المسامير اللي إحنا بنصممها دي، يعني في الجزئية دي بتاعة السلندر، المسامير دي هي عبارة عن كليرانس بولت. يعني هي في الأول كده المسامير دي عبارة عن كليرانس بولت. معنى إيه كليرانس بولت؟ معنى إن في مسافة ما بين المسمار وما بين الثقب اللي المسمار ده داخل فيه. يعني ده كده رسمه اوضح شويه للشكل. يعني ده مثلا عباره عن الابر كفر، ده كده عباره عن البادي بتاع السلندر. المفروض ان الاثنين دول بيتقبوا، بعد كده بدخل المسمار واحط ورده واحط صاموله. فاول حاجه المسامير دي كليرانس بولت. معنى ايه كليرانس بولت؟ معنى ان في فراغ، شايف الفراغ اللي ما بين المسمار وما بين الهول ده؟ ده كده عباره عن كليرانس بولت. للاسف الناس عاملاه فيتد بولت، يعني انت بتصمم حاجه وراسم لي حاجه تانية، ده كده غلط. بعد كده المسمار ده مش متقلوص من اوله لاخره. تاني، المسمار ده مش محتاج ان انا اقلوصه من اوله لاخره، دي برضو غلط تاني الناس وقع فيه. تمام كده، في جزء من المسمار ده مش متقلوص. تمام كده، هكذا برضو الناس وهي بترسم المسمار والصامولة، الناس عاملة مستطيلات. يعني هو عامل لي مستطيل اكن ده رسم مسمار، وعامل لي مستطيل فوق اكن ده هو عبارة عن النط. طبعا كل الكلام ده غلط. ماشي كده، يمكن ده كده اول جزء او الملاحظات اللي انا لاحظتها على المسامير. اول حاجه ان لازم المسمار ده يكون كليرنس، المسمار ده مش متقلوص من اوله لاخره. يعني المفروض كده كده اول جزء ده كده، اول جزء ده كده، اول جزء هنا دي كده، المنطقه دي المسمار هنا مش متقلوص، ده هو كده عباره عن المسمار والجزء بتاع الكليرنس. لو رحت للجزء الثاني او الجزء الثاني لحد هنا ده كده، الجزء الثاني هتلاحظ ان الجزء الثاني ده عباره عن 3 خطوط، خط بتاع الكليرنس وخط بتاع المسمار والقلاووز وهكذا. بالنسبه هنا المفروض في عندك مجموعه من الجاسكت انت لازم تحطها. اول حاجه الجاسكت اللي هو بيبقى موجود هنا طبعا عشان يبدا يمنع التسريب. تمام كده، الجاسكت لازم برضو الناس تبدا تعمله. هكذا برضو هنا المفروض بيكون في هنا ده كده اللي هو عبارة عن سيلينج، المفروض في هنا كده سيلينج. تمام كده، المفروض الناس تهتم بالتفاصيل دي. الجاسكت اللي هو موجود ما بين الكفر وما بين السلندر لازم يكون معمول. السيلينج اللي ما بين البستون وما بين الابر كفر لازم يكون معمول، عشان طبعا برضو يبدأ يمنع التسريب. يمكن دي كده الملاحظات. ناقص بس اخر ملاحظه اللي هي خاصه بالكفر، ده كده نوع الكفر اللي حضرتك المفروض ترسمه، اللي هو عباره عن الدش كفر. ده كده اللي احنا بنصممه، ما ترسمش النوع التاني من الكفر اللي موجود في الكتاب، لان ده ما بنصمموش. انت بتصمم حاجه يبقى بترسم الحاجه اللي انت بتصممها، مش بنصمم حاجه ونرسم حاجه تانيه مختلفه خالص. تمام كده، النوع التاني او الرسمة التانية الخاصة بالكفر الناس ما تعملهاش. اعمل اللي انت عامل حساباته او اللي انت عامل له تصميم. ماشي، يبقى ده كده الملاحظات اللي هي خاصة بالكفر، خاصة بالمسامير، طبعا الجاسكت والسيلينج لازم يكون الحاجات دي معمولة. بعد كده لو هنيجي نتكلم على البستون، اول حاجة في ما بين الكفر والبستون في هنا ده، في هنا كليرنس، في هنا جزء فراغ قليل. تمام كده، في هنا كليرنس، ده كده اول حاجه. بعد كده في ما بين الكفر وما بين البستون
او ما بين الكفر وما بين القاعده اللي تحت دي كده، في برضو كليرنس اللي حضرتك شايفه ده، في هنا كليرنس اللي حضرتك شايفه ده. بعد كده بالنسبه للسيلينج، بالنسبه للسيلينج اللي موجود هنا، لازم حضرتك تبدا تعمل النص دايره اللي انت شايفها دي، النص دايره اللي شايفها دي واللي الناس كتيره برضو مش عاملاها. هكذا برضو في هنا فلويد، في هنا فلويد، فانا عايز برضو امنع تسريب الفلويد ده ان هو يبدا يخش، فلازم هنا برضو ببدا احط سيلينج في الجزء هنا، برضو لازم برضو هنا ابدا احط سيلينج عشان ابدا امنع التسريب. تمام كده، يبقى دايما عشان ابدا امنع التسريب يبقى لازم احط سيلينج، يبقى في سيلينج ما بين الكفر، ما بين الكفر وما بين السلندر، في سيلينج ما بين السلندر وما بين البستون، وما بين برضو البستون رود والبستون، في برضو كفر، في قصدي سيلينج. تمام كده، يبقى ده كده اتكلمنا ان في هنا برضو كليرنس، في لازم برضو هنا كليرنس الناس ما بتعملوش. هكذا برضو في هنا كليرنس برضو لازم الناس تبدأ برضو تعمله. التفاصيل دي كده مهمة لان ده كده اللي احنا بنحاسبك عليه في الرسم، يعني انا ما بحاسبكش على انك بتعمل خطوط ودوائر الرسم بتاع اعدادي، انا بحاسبك على التفاصيل بتاعت الرسم ذات نفسها. فالناس هتهتم في كليرنس هنا، في سيلينج، في برضو ما بين البستون وما بين السلندر، في برضو عندي اللي هو عبارة عن سيلينج. هكذا المسمار ده، برضو المسمار ده مش واصل للآخر، المسمار ده مش واصل لآخر الألواز. تمام كده، المسمار ده اللي على اليمين ولا على الشمال مش واصل لآخر الألواز. تمام كده، يبقى دي كده الملاحظات اللي احنا عايزين نعملها اللي هي خاصة بالنوع الأولاني ده من السلندر. تمام كده، طيب النوع المسامير اللي احنا اتكلمنا عليه ده، هنا ما كانش فيه سيلينج لأن هنا كان مستخدم سبرينج، يعني هنا نو سيلينج. تمام، لأن ده كان مستخدم سبرينج. طيب لو كان هنا في لو كان مش موجود عندي سبرينج والدخول والخروج، أنا بحط فيه فلويد، فلازم أبدأ أحط السيلينج زي ما اتكلمنا عليه. تمام كده، برضو نفس التفاصيل بتاعت المسمار. ماشي، يبقى ده كده اللوحة الأولانية، دي كده التفاصيل اللي احنا بنبص عليها في الرسم. احنا ما بنبصش على الرسم ان هو الرسم شكلها حلو، احنا بنبص على التفاصيل بتاعت الرسمة ذات نفسها، انت عامل فيها ايه. بالنسبة برضو للجزء الثاني، ده نوع الكفر اللي احنا بنفضله اللي هو عبارة عن الديش كفر، لان ده اللي احنا بنصممه. تمام كده، الناس اللي عاملة نوع كفر تاني. ماشي، ده برضو عبارة عن، كان في عندك انبوت فلويد وفي عندك برضو الاوتبوت عبارة عن فلويد، مفيش هنا برضو، ما كانش فيه هنا سبرينج. فهكذا برضو التفاصيل بتاعت المسامير لازم تكون معمولة. هكذا برضو في عنده سيلينج محطوط ما بين الكفر وما بين السلندر. يمكن كل الاختلاف هنا في البستون، البستون بس هو اللي هنا مختلف، بدل الشكل اللي هو حاطه ده اللي هو عبارة عن مجموعة من الفي، بدأ يحط هنا نوع تاني آخر من السيلينج. يا ريت بس الناس تلاحظ جزء مهم هنا الناس عاملاه، إن الاحتكاك أو الجزء ده اتصاله مع، يعني ده كده اللي هو عبارة عن البادي، البادي بتاع السلندر، الجزء ده متلامس، بس متلامس في السيلينج بس فقط لا غير. السيلينج هو اللي بيبدأ يضغط فقط على السلندر. تمام كده، لأن الناس جايبة الجزء ده مطلعاه هو اللي محتك مع السلندر. طبعا الكلام ده غلط، المفروض السيلينج زي ما الرسمة مرسومة كده، إن السيلينج ده كده اللي هو عبارة عن السيلينج هو ده اللي ضاغط على السلندر، السيلينج ده هو ده اللي ضاغط على السلندر. هكذا برضو من الطرف اليمين ومن الطرف الشمال. تمام كده، السيلينج عشان يبدأ يمنع ايه، عشان يبدأ يمنع التسريب. طبعا الدوائر دي الناس مش عاملاها، الدوائر دي مهمة، ده كده عبارة عن سبرينج عشان يبدأ يضغط على السيلينج ده ان هو يفضل محتك دايما بالسلندر عشان يبدأ يمنع التسريب. تمام كده، هكذا برضو الملاحظات بتاعت المسامير، الملاحظات بتاعت السيلينج والجاسكت، نفس الرسمة الأولانية. تمام كده،
هكذا برضو لو تلاحظ في الرسمتين مستخدم نوع كفر واحد اللي هو عبارة عن الدش كفر، تمام كده؟ يعني دول كده المفروض الرسمتين اللي كان المفروض يتقدموا لي. ده كده الرسمة هي اللي هو مستخدم فيها سبرينج، تمام كده؟ طبعا مع التفاصيل بتاعت الرسمة كاملة المفروض تكون مراعيها. ودي كده اللوحة التانية ما فيهاش سبرينج، اللي كان داخل هنا عبارة عن فلويد في الدخول وفي الخروج. يعني ده كده ممكن تثبت ده كده وده كده، المفروض اللوحتين ستاندر عندك بالتفاصيل اللي احنا قلنا عليهم. والله مش عاجبك الجزء بتاع البيستون الداخلي ده والسيلينج اللي هو عبارة عن الفي، ممكن تبدأ تستخدم الجزء التاني ده، مفيش أي مشكلة فيه. كل المشكلة بس هو في الكفر، ما ترسمش الكفر التاني، تمام كده؟ يبقى ده كده كل الملاحظات اللي احنا كنا عايزين بس نقولها واللي الناس وقعت فيها في بالنسبة للجزء الخاص بالسلندر. طيب بالنسبة للوحة الخاصة بالباور سكرو، اللوحة الخاصة بالباور سكرو، يمكن الباور سكرو احنا شرحنا الرسم في سيكشن الباور سكرو لوحده، والناس مصممة برضو على نفس الأخطاء هي. يعني احنا شرحنا الأخطاء يعني في السكشن بتاع الباور سكرو، شرحنا الأخطاء بتاعة الرسم، تقوم الناس برضو عاملة برضو الأخطاء بتاعة الرسم في اللوح برضو، ما الناس ما عدلتش حاجة. هكذا برضو اتكلمنا على الجلبة دي، قلنا إن الجلبة دي يعني هو بنفس تعليمات السكشن القديمة، الجلبة دي في هنا أندر كات، في هنا اندر كات، في الجلبه هنا برضو اندر كات، هكذا برضو في على الجزء ده اندر كات وفي على الجزء ده اندر كات. المفروض الاندر كات ده يتعمل في الرسم، الناس مش عاملاه. لما تيجي تحط الجلبه دي داخل داخل البادي ده كده اللي هو عباره عن البادي، المفروض هيبقى فيه كليرانس هنا، المفروض هيبقى فيه كليرانس، تمام كده؟ تعالى هنشوف التفاصيل دي دلوقتي اهي. التفاصيل هنا اول حاجه في هنا كليرنس، في هنا كليرنس ما بين الجلبه وما بين البادي، في هنا عباره عن اندر كات، في هنا عباره عن اندر كات، في برضو فوق، في هنا برضو اندر كات، في هنا اندر كات. واللوكنج نوت دي تكون قافله على الجلبه دي، تمام كده؟ اللوكنج نوت تكون قافله على الجلبه. يمكن الرسمه دي كده نرجع الرسمه دي، ده كده رسمه برضو تقريبا ثلاث ارباع الناس عاملاها. اول حاجه مفيش هنا كليرنس، مفيش هنا اندر كات، مفيش هنا اندر كات، واللوكنج نوت دي انا مش عارف هي قافله هنا بتعمل ايه، تمام كده؟ يعني ده كده التفاصيل مش معموله. طبعا الكلام ده غلط، يعني المفروض الرسمه دي كده غلط. ايه الصح بتاعها؟ الصح بتاعها ان يبقى في هنا كليرنس، في هنا اندر كات، واللوكنج نوت قافله على البوش اللي هي موجوده دي او الجلبه اللي هي موجوده دي، تمام كده؟ بعد كده برضو من التفاصيل التانيه برضو بتاعت الرسم، ان انا لازم هنا اجي اخد سيكشن ووضح شكل السنه اللي انا عاملها. السنه اللي انت عاملها دي تعملها سكوير، عاملها ترابيزويدال، عاملها اكم، عاملها ماتريكس ريد النوع العادي، فانت لازم توضح لي، تاخد لي سيكشن. السكرو اللي انت عامله ده كان اكم سريد، يبقى لازم ترسم لي شكل السنه بتاعت الاكم سريد، ترسم لي شكل السنه بتاعت الاكم سريد وتهشر، تمام كده؟ والله السنه دي كانت سكوير، فلازم برضو ترسم لي شكل السنه السكوير، وتاخد بارشر تهشير كده وتبدا تعمله، ماشي كده؟ هكذا برضو هنا في بارت الناس مش عاملاه اللي هو عباره عن البن. يعني لو نرجع برضو اظن برضو اتكلمنا عليه في سيكشن الخاص بالباور سكرو، اللي هو عباره عن البن اللي هو عباره عن المسمار ده، واتكلمنا المسمار ده جزء مهم ان هو رابط البلوك او البندنج بيس دي بالبولت، ومانع ان البندنج بيس دي تبدا تلف مع البولت، لان المسمار ده او السكرو ده بيبدا يطلع وينزل ويبدا يلف. طيب انا مش عايز اخلي البندنج بيس دي تبدا تلف معايا، فبدات احط ما بينهم البن ده، فالبن ده الناس مش رسماه اصلا، المفروض في هنا ده كده اللي هو عباره عن البن،
تمام كده، ده كده بارت الناس مش رسماه، المفروض البن ده هو اللي واصل ما بين الجزئين دول، يعني ما فيش البن ده البتاع دي كده الجزء ده هيقع. نرجع تاني للرسم، يبقى برضو في هنا بن، تخيل دي كده تفاصيل الناس مش عاملاها، تمام كده طبعا بقى من غير ما عامله تيبل، من غير ما عامله ابعاد، من غير ما عامله وعامله ترقيم للقطع، يعني تخيل انت الدرجه بقى، تمام كده. بالنسبه بتاعت الرسمه بتاعت الفالف، يمكن بس التفاصيل الوحيده اللي انا شفتها ان كان في عندك بارت اللي هو البارت رقم 9 اللي هو عباره عن البادنج، تمام كده، حاجه برضو عامله زي السيلينج كده برضو تبدا تمنع التسريب. الناس سايبه المنطقه دي كده فاضيه، بيضه كده فاضيه، المفروض حضرتك هتسود المنطقه دي كده، وده كده اللي هو عباره عن البارت رقم 9 اللي هو عباره عن البادنج اللي هو بيبدا يمنع التسريب، تمام كده. يمكن بس دي التفاصيل الوحيده اللي موجوده في الشكل ده بالنسبه للوحه الخاصه بالفالف. اللوحه الاخيره اللي موجوده، المفروض يا جماعه المفروض ان حضرتك هتشيل الجزء ده، هتشيل الجزء ده وتبدا تحط الجزء اللي موجود على اليمين بنفس التفاصيل بتاعته، تمام كده. المفروض ان دي كده فتحه تزييت بيبدا يدخل ما بين فيها الاويل عشان يبدا يعمل تزييت ويقلل الاحتكاك ما بين المسمار والبيندنج بيس دي، ده كده اللي هي مثلا نسميها عباره عن البيندنج بيس، او مثلا اللي هي عباره عن البلوك، تمام كده. في هنا كليرنس، في هنا كليرنس ما بين المسمار او الست سكرو ده والبيندنج بيس، في هنا كليرنس. هكذا برضو التفصيلة بتاعت الأويل، التفصيلة بتاعت الأويل دي لازم برضو تكون معمولة بهذا الشكل، هكذا برضو ما بين المسمار وما بين البيندنج بيس دي في هنا كليرنس، هكذا برضو في هنا كليرنس، تمام كده، عشان المسمار ده هو قاعد بيلف ما يبدأش يحتك مع البيندنج بيس دي، هو كده كده لازم يحتك معاها، بس احنا بنبدأ نعمل الكليرنس ده، ونبدأ نعمل الكليرنس ده عشان نبدأ نقلل الاحتكاك بتاعهم، تمام كده. هكذا برضو وانت بترسم هنا لازم تاخد سيكشن وتوضح لي شكل السنة، مثلا سكوير ثريدد، فلازم برضو توضح لي شكل السنة وتبدأ تهشر، تمام كده. فالتفاصيل دي المفروض حضرتك بتتحاسب عليها، وده الأساسيات أصلا احنا بنبص عليها في اللوحة، تمام كده. ده كده عبارة عن 5 لوح المفروض تسلمه، ودي كده الملاحظات بتاعتهم. الحاجات دي لو جاتلك في الفاينل يا ريت الناس تلتزم بيها، بس اهم حاجه تلتزم بالستاندر بتاع اللوحه ذات نفسه، ده مهم. بعد كده تبدا تشوف التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عنها. نبدا بقى نشوف الموضوع الاساسي معانا اللي هو عباره عن سيلكشن او ديزاين الخاص بالفي بيلت. يمكن الفي بيلت اتكلمنا عليه في انواع البيلت في السكشن اللي فاتت لما كنا بنتكلم على انواع البيلت، زي ما عرفنا ان احنا عندنا فلات بيلت بيكون الكروس سكشن اريا بتاعه عباره عن شكل مستطيل. الفي بيلت بيبقى واخد شكل الفي، وفي عندي سيركلر وفي عندي التايمنج بيلت، تمام. دي كده يعتبر الانواع اللي احنا قلناها السكشن اللي فات، درسنا المره اللي فاتت الفلات بيلت بالتفصيل، والنهارده ان شاء الله نبدا نشوف ازاي نبدا نعمل تصميم للفي بيلت. فالفي بيلت بيبقى الكروس ده كده اللي هو عباره عن شكل الكروس سكشن اريا بتاعه، والمطلوب مني ان انا ابدا اعمل سيلكشن لنوع من انواع السكشن اللي موجود عندي دي، سواء اي بي سي دي اي، والاختلاف ما بينهم هو عباره عن ان بيزيد الكروس سكشن، يعني مثلا فرق اي عن بي ان بي زياده في الكروس سكشن اريا بتاعه، هكذا برضو سي عن بي او دي او اي، كل ما بعلى في السكشن كل ما بلاقي المساحه بتاعته بدات تزيد، تمام. وده طبعا كل ما بيعلى كل ما بيؤدي ان هو بيبدا البيلت ده يستحمل باور اعلى.
طيب، يبقى احنا كل هدفنا من التصميم او كل هدفنا من السكشن بتاع النهارده ان احنا نبدا نحدد نوع السكشن اللي هنستخدمه، سواء A B لحد الـ E، نختار منهم واحد ونحدد عدد الجروف اللي انا هبدا استخدمها. انا محتاج كام بلت من دول عشان ابدا انقل كميه الباور المعينه اللي المفروض انقلها. طبعا البلت والبولي نفس الميكانيزم بتاع المره اللي فاتت، بيكون في عندي درايفر بولي ودريفن بولي، وببدا اربط ما بينهم عن طريق الفي بيلت، ببدا اربط ما بينهم عن طريق الفي بيلت. البولي الاولانيه بيبقى لها ديامتر اللي هو عباره عن دي واحد، وسرعه اللي هي عباره عن ان واحد، هكذا برضو البولي الثانيه الديامتر بتاعها دي اتنين، والسرعه اللي هي عباره عن ان اتنين، وما بين الاثنين سنتر بتوع البولي ده كده اللي هو عباره عن السي، او اللي احنا بنسميها عباره عن السنترال ديستنس. ده كده كل المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان بعد كده نبدأ نشوف الخطوات اللي معانا عشان نبدأ نعمل سيليكشن للفي بيلت. الفي بيلت هو عبارة عن مجموعة من الخطوات السهلة اللي هنبدأ نمشي معاها. أول حاجة بحتاج أجيب السبيد ريشيو، دي كده الخطوة رقم واحد، إن احنا نبدأ نجيب السبيد ريشيو اللي هي عبارة عن الأي، والأي دي أنا عايزها تكون أكبر من الواحد، لأن في تيبل معين أنا محتاج فيه السبيد ريشيو والقيم بتاعته كلها أكبر من الواحد. يبقى تراعي دايما وأنت بتجيب السبيد ريشيو إن دايما في الفي بيلت تخليها بقيمة أكبر من الواحد. معنى إيه تخليها قيمة أكبر من الواحد؟ زي ما اتفقنا إن السبيد ريشيو هي عبارة عن سرعات اللي هي عبارة عن ان واحد على ان اتنين او ان اتنين على ان واحد، تمام كده، وبيبقى ليها علاقة عكسية مع الديامتر. فانا عشان اخلي الاي دي اكبر من الواحد، فانا هنا هبدأ اقول الديامتر بتاع البول الكبيرة اللي هو عبارة عن دي اتنين على الديامتر بتاع البول الصغيرة اللي هي عبارة عن دي واحد، او بيبقى في علاقة عكسية ما بين الديامتر وما بين السرعات، هي عبارة عن ان واحد على ان اتنين، او اوميجا واحد على اوميجا اتنين، والاوميجا هي عبارة عن اتنين باي ان على 60. يبقى دي كده اول خطوة اللي هي عبارة عن السبيد ريشيو، ولازم تكون السبيد ريشيو في الحالة دي تكون اكبر من الواحد، ان اي قيمة اللي هطلعها للاي اراعي دايما ان هي تكون اكبر من الواحد. فمعنى كده ان انا اقسم الديامتر بتاع البولي الكبيرة على الديامتر بتاع البولي الصغيرة، او اقسم السرعة الكبيرة على السرعة الصغيرة. اما بالنسبه للخطوه رقم اثنين، فانا بحتاج ابدا اجيب الفلوستي او السبيد الخاصه بالفي بيلت، والفي هي عباره عن باي دي في ان على 60 في 10 اس 3 عشان اطلع الوحده بتاعتي تكون عباره عن متر على الثانيه، سواء استخدمت السرعه على البول الكبيره او على البول الصغيره، فالاثنين هيطلعوا قيمه متساويه. والقانون في النهايه هو عباره عن باي دي في ان على 60 في 10 اس 3 عشان اطلع الوحده بمتر على الثانيه، والان هنا هي عباره عن ريفوليوشن بير مينت. يبقى هنا الان هي عباره عن ريفوليوشن بير مينت ار بي ام، والديامتر الوحده بتاعته اللي هي عباره عن المليمتر. يبقى دي كده الوحدات اللي انا شغال بيها عشان يطلع لي في النهايه السرعه بالمتر على الثانيه. بعد كده الخطوه رقم ثلاثه ان انا ابدا اجيب السنترال ديستنس اللي هي المسافه ما بين الاثنين سنتر بتوع البولي، ولو السي دي مش موجوده معايا فانا السي دي هبدا افرضها عباره عن 2 دي لارج او الاثنين الديامتر بتاع البولي الكبيره. طيب لو تفتكر في الفلات بيلت كنا بنفرض السي هي عباره عن 3 دي لارج، تمام كده، لان البول الفي بيلت بيبدا ينقل الباور او ينقل السرعات في مسافات قليله، لكن الفلات بيلت في مسافات ممكن توصل لحد 8 متر. عشان كده في الفلات بيلت السي لو كانت اكبر من 3 الدي لارج او الديامتر بتاع البول الكبيره، فانا على طول اروح استخدم فلات بيلت بولي، تمام كده. ما ينفعش هنا استخدم في بيلت، لان الفي بيلت لازم تكون السي اقل من 3 دي لارج. طيب لو كانت السي اقل من 3 دي لارج، فانا هنا متاح ليا ان انا استخدم الفلات او استخدم الفي بيلت. زي ما شفنا في السيشن اللي فات ان الفلات بيلت ممكن ينقل المسافات لحد اقل من 8 متر، الفي بيلت بينقل المسافات قليله تكون اقل من 2 متر،
يبقى ده كده احد الفروق ما بين الفي بيلت والفلات بيلت، ان الفي بيلت بيبدا ينقل مسافات قليله تتراوح لحد 2 متر، اما الفلات بيلت بينقل مسافات عاليه ممكن تتراوح لحد 8 متر. فعشان كده ممكن برضو يجيب لي مساله ويقول لي اختار نوع البيلت معين، فانا ممكن عن طريق السي لو كان مديني سنترال ديستانس اعمل تشيك بسيط كده واشوف هل السي دي اكبر من 3 دي لارج، يبقى انا على طول هستخدم فلات بيلت. السي اقل من 3 دي لارج يبقى انا ممكن استخدم فلات بيلت او ممكن استخدم في بيلت، مفيش مشكله. يبقى تاني نراجع الخطوات. اول حاجه هنبدا نجيب السبيد ريشيو، ولازم تكون السبيد ريشيو اكبر من 1. بعد كده هنبدا نجيب السرعه. بعد كده لو مش موجود عندي السنترال ديستانس هبدا افرضها عباره عن 2 دي لارج. بعد كده الخطوه رقم 4 هنبدا نخش تيبل معين اللي هو عباره التيبل اللي موجود قدامنا ده، ان انا هبدا اعمل فيه سيلكشن للبيلت، ان انا اجي عند البيلت سيكشن وابدا اختار منه احد السيكشن اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هو عباره A B C D E. هنبدا نختار واحد. طب هنبدا نختار واحد ما بينهم عن طريق ايه؟ هنبدا نختار واحد ما بينهم عن طريق الباور. يبقى ده كده اكنه عباره عن الانبوت اللي انت بتدخل بيه التيبل ده، تمام كده؟ هنبدا نخش التيبل ده عن طريق الباور اللي بتتنقل عن طريق البيلت، سواء الوحده عندك كانت عباره عن الكيلو وات او سواء كانت الوحده عندك عباره عن الهورس باور. فهنبدا نخش هنا بالهورس باور اللي معانا ونبدا نختار نوع معين من البيلت سيكشن. طيب ايه تاني يهمني هنا؟ يهمني المينيمم دايمتر اوف بولي، ممكن احتاجه، يعني مش في كل الاحوال هحتاجه لكن ممكن احتاجه. نحتاج المينيمم دايمتر اوف بولي لو ما كانش مديني معلومه عن الدايمتر بتاع البولي الصغيره، فانا ممكن اجي هنا واختاره من الجدول ده. يبقى الدي مينيمم لو مش مديني معلومات على الدي واحد، طبعا هنا الدي واحد هي عباره عن الديامتر بتاع البولي الصغيره. افرض ان هو هنا مش مديك معلومات عن الدي واحد، فهنبدا نفرضها منين؟ هنبدا نفرضها عن طريق ان انا هبدا اخش على التيبل، هدخل بالباور، احدد البيلت سيكشن، وبعد كده ابدا اختار الديامتر بتاع البولي الصغيره. بعد كده يهمني ايه؟ بعد كده يهمني ان انا ابدا احسب الديفرنس ما بين البيتش لينس اند انسايد لينس، اللي هي بنسميها عباره عن الدلتا، المثلث ده اللي هو عباره عن الدلتا. يبقى انا محتاج ابدا اجيب الدلتا وابدا اجيب الزد ماكس، والزد ماكس هي عباره عن النمبر اوف جروفز، تمام كده، او عدد البيلت اللي انا مستخدمها. يبقى هنبدا نخش الجدول رقم 4، هنبدا نخشه عن طريق ايه؟ هنبدا نخشه عن طريق الباور، بالباور الهورس باور او سواء كان كيلو وات. ابدا ادخل اختار نوع بيلت سيكشن معين سواء A او B او C او D او E. بعد كده بنبدا نجيب الديفرنس ما بين البيتش لينس والانسايد لينس، ده كده لو عندي ده كده اللي هو عباره عن البيلت. فالطول بتاع البيلت ده من الداخل هو عباره عن انسايد لينس او بسميه عباره عن ال اي، الطول ده من الخارج ده كده اللي هو عباره عن الاوتسايد لينس، وما بينهم في خط وهمي اللي هو عباره عن البيتش لينس اللي هو عباره عن ال بي. طيب الديفرنس ما بينهم ما بين البيتش لينس والانسايد لينس هو عباره عن الدلتا اللي انا بطلعها من الجدول، يبقى الدلتا هو عباره عن ال بي ناقص ال ال اي. طيب اما بالنسبه لعدد الزد ده هو عباره عن النمبر اوف جروفز، انت مستخدم كام جروف عندك في البيلت. يعني مثلا لو كانت عندي البولي بهذا الشكل، فالبولي في الحاله دي ببدا اسميها اللي هي عباره عن سنجل جروف، عدد الجروف في الحاله دي هو عباره عن واحد. طيب لو كانت حاله بهذا الشكل، حاجه بهذا الشكل، فالنمبر اوف جروف عندي دلوقتي هيكون عباره عن اتنين، يبقى ده كده هو عباره عن الزد هنا بواحد، نمبر اوف جروف في الحاله دي واحد، والزد هنا هي عباره عن اتنين، او النمبر اوف جروف في الحاله دي هي عباره عن اتنين، وده كده البيلت، ده كده البيلت اللي ما بينهم هيبقى فيه هنا عندي عباره عن اتنين بيلت، لكن في الزد واحد انا عندي بيلت واحد. طيب يبقى الجدول اللي موجود معانا في الخطوه رقم 4 ببدا ادخله عن طريق الباور، ابدا اجيب عن طريق الهورس باور،
ابدا اجيب البيلد سيكشن المعين. بعد كده بنبدا نجيب الزد، الفرق ما بين ال بي وال اي، وبعد كده ببدا احدد عدد الجروف اللي هو عباره عن الزد ماكسيمم. تمام كده، يبقى ده كده عباره عن الزد ماكسيمم، عدد السيور او عدد الجروف الماكسيمم المتاح ليا اللي انا استخدمه عن طريق البيلد سيكشن المعين ده. وبرده في معلومه هنا اللي هي عباره عن المينيمم دايمتر اوف بولي. لو مش مديني هنا الدي واحد وانا مش عارف اجيب الدي واحد منين، فانا هبدا اخش التيبل ده، ابدا من هنا عند البيلد سيكشن اللي انا مختاره ابدا اجيب الدي. طيب لو افرض مثلا الباور عندي هي عباره مثلا عن 15، لو افترض مثلا ان الباور عندي تعالى كده نفترض مثلا مثال بسيط كده، لو كان مثلا عندي الهورس باور هي عباره عن 15، فانت لو جيت تشوف التيبل هنا هتلاقي ال 15 دي ممكن تتراوح من 3 لل 20، يعني ممكن اختار في الحاله دي البي اللي هو بيتراوح من 3 ل 20، او ممكن اختار السي اللي هو بيتراوح من 10 ل 100. طيب في الحاله دي ابدا اختار ايه؟ في الحاله دي هبدا الحل بتاعي من البي، ولو طلع نوت سيف يبقى في الحاله بعد كده اروح اختار السي. يبقى انا ببدا اول حاجه بي، بعد كده لو طلع نوت سيف يبقى في الحاله دي بروح للجزء الاعلى منه اللي هو عباره عن السي. يبقى دي كده عباره عن الخطوه رقم 4. الخطوه رقم 5 بنبدا بعد كده نبدا نحسب ال بي اللي هو عباره عن البيتش لينس، وبعد كده ببدا اخش عند تيبل معين ابدا اجيب الستاندرد بتاعه. طبعا هنشوف الخطوات دي بالتفصيل لما نحل مساله وهتوضح الموضوع اكتر. بعد كده بنبدا نجيب الانسايد دايمتر او ال اي اللي هو عباره عن الستاندر، لان خلي بالك هنا انت هنا جبت الديفرنس ما بين البيتش لينس وال اي، يبقى انت معاك قيمه الدلتا. وبعد كده رحت جبت ال بي وال بي ستاندر، يبقى انا في الحاله دي اقدر من العلاقه دي ابدا اجيب ال اي اللي هو عباره عن ال اي ستاندر. طبعا انا هنا غيرت قيمه ال بي وال اي، يبقى انا غيرت البيلت ذات نفسه او غيرت الاطوال بتاعه البيلت ذات نفسه، فلازم بعد كده اروح احسب السي، احسب السنترال ديستنس من جديد. بعد كده هنبدا نحسب السيتا، زي ما اتفقنا السيتا دي اللي هي عباره عن الكونتاكت انجل ما بين البيلت وما بين البولي. بعد كده هنبدا نخش تيبل برضو في الخطوه رقم 10 عشان اجيب حاجه اسمها عباره عن الدي اي، لان هبدا استخدمها في التيبل رقم 11. خطوات التصميم يمكن يعتبر شبيهه بالفلات بيلت مع اختلاف طبعا القوانين. كان في الفلات بيلت برضو القانون النهائي اللي انا بحدد منه عدد السيور ان انا ابدا اجيب الهورس باور ديزاين على الهورس باور اللي بيستحمله البيلت الواحد، هكذا برضو نفس الموضوع في الفي بيلت، انا محتاج برضو اجيب الهورس باور اللي بيستحملها البيلت الواحد واجيب الهورس باور ديزاين واقسم الاثنين على بعض فيطلع لي عدد البيلت اللي انا ممكن استخدمه. الخطوه رقم 11 هي دي اللي بتطلع لي الهورس باور الخاصه بالبيلت الواحد، ببدا اخش التيبل ده، والتيبل ده هو عباره عن زي ما اتفقنا ان احنا عندنا 5 سيكشن، فانت تبدا تخش على السيكشن اللي انت مختاره وتجيب منه المعادله الخاصه بالهورس باور على البيلت. طيب لو جيت تلاحظ القانون هتلاقي قانون الخمس قوانين دول متشابهين، كل الاختلاف ما بينهم هو عباره عن مجموعه من الارقام، وكل واحد فيهم بيحتاج مجهولين، اول مجهول اللي هو عباره عن الفي ده كده السبيد اللي احنا جبناها في الخطوه تقريبا رقم 2، وبيبدا يحتاج الدي اي. تمام كده؟ الدي اي دي هنبدا نجيبها منين؟ الدي اي ده هنبدا نجيبها من الخطوه رقم 10 عن طريق تيبل معين ببدا ادخله عن طريق السبيد ريشيو، عشان كده ولو جيت تلاحظ هتلاحظ ان السبيد ريشيو في الحاله دي هي كلها اكبر من الواحد، عشان كده في اول خطوه قلنا دايما ان احنا عايزين نخلي السبيد ريشيو او نخلي قيمه الاي تكون اكبر من الواحد عشان التيبل ده. طيب بعد ما جبت الهورس باور اللي يقدر يستحملها البيلت الواحد، بعد كده هروح اجيب الهورس باور ديزاين، الهورس باور الكليه، وبعد كده طبعا من القانون ده هنبدا برضو نشوفه ونبدا نخش الجداول بتاعته ونبدا نجيب الكي اس والكي ال والكي اي.
وبعد كده هنبدأ نجيب عدد البيلت اللي هو عبارة عن الهورس باور ديزاين على الهورس باور بير بيلت. وبعد كده ببدأ أقارن عدد البيلت ده بالزد ماكس اللي أنا طلعته في من الجدول. لو تفتكر إن الجدول ده أنا طلعت منه الديفرنس وطلعت منه عدد الجروف أو الزد ماكسيمم. ففي النهاية هنبدأ نجيب النمبر اوف بيلت اللي عبارة عن هورس بار ديزاين على الهورس بار بير بيلت اللي بيقدر يستحمل البيلت الواحد. بعد كده أبدأ أقارن بالزد ماكسيمم، وهنبدأ برضو نشوف. بعد كده آخر خطوة بطلع الأبعاد النهائية، الخطوة رقم 14. تعالى بقى ناخد مثال ونوضح كل الليلة دي. هنبدأ نشوف مثال معانا. ولو انت حليت مثال واحد على البيلت يبقى انت اي بيلت هيجي لك هي عبارة عن مجموعة من الخطوات الثابتة اللي بنبدأ نمشيها، ما فيهاش اي اختلاف ما بين مسألة والتانية. طيب تعالى نبدأ نشوف المسألة الموجودة معانا. بيقول لي design and make sketch of pulley، والبولي دي 125 ملم، وبيقول لي transmit 55 هورس باور at 850 RPM by mean V belt، عن طريق V belt. طيب يبقى هو قال لي ان النوع ده كده عباره عن في بيلت، ومديني الديامتر بتاع البولي، ممكن مثلا نسميها دي كده عباره عن دي واحد 125 ملم، ومديني الهورس باور اللي بيبدا ينقله البيلت ده عباره عن 55، والسبيد اللي هي عباره عن ان واحد كانت عباره عن 850 ار بي ام. وبيقول لي هنا ان هو بيبدا ينقل البلت ده بيبدا ينقل الباور دي لرولينج اليمنت، وبيقول لي ذا سبيد ريدكشن اس 1 الى 5، بيحصل ريدكشن في السرعه بنسبه 1 الى 5. يبقى من هنا انا اقدر اطلع الخطوه رقم 1 على طول اللي هي عباره عن الاي. يبقى الاي في الحاله دي هي عباره عن 5 زي ما اتفقنا ان انا عايز قيمه الاي تكون اكبر من الواحد. وبيقول لي انشيف سنترال ديستانس، المسافه ما بين الاثنين بولي دول، او في حاله الفي بيلت بيبدا يسميها اللي هي عباره عن الشيف. السي في الحاله دي هي عباره عن 1 متر اللي هي طبعا عباره عن 1000 ملي متر. وبيقول لي عايز ابدا اختار بيلت سيكشن. تمام كده البيلت سيكشن اتفقنا A B C D E، تختار لي نوع مناسب من البيلت سيكشن، وبرضه تبدا تختار لي عدد السيور المناسبه عشان يبقى التصميم بتاعي ده سيف. يبقى انا زي ما اتفقنا ان احنا الهدف من المساله ان انا احدد البيلت سيكشن وابدا احدد له عدد البيلت ذات نفسهم او عدد الجروف بتاع البيلت. هنبدا برضه نشوف الخطوات كده ونمشي مع خطوه خطوه. تعالى أول خطوة موجودة معانا. أول خطوة إن أنا هبدأ أجيب السبيد ريشيو، طبعًا هو مديني هنا السبيد ريشيو، فالسبيد ريشيو في الحالة دي هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن دي 2 على دي 1، الدمتر بتاع البول الكبير على الدمتر بتاع البول الصغيرة، وبتساوي إن 1 على إن 2، وطبعًا زي ما اتفقنا إن هي في الحالة دي هي عبارة عن 5، إن هي تبدأ تطلع أكبر من الواحد. طيب يبقى الاي في الحالة دي اللي هي عبارة عن الخمسة بتبدأ تساوي دي 2 الدي 1 زي ما اتفقنا اللي هي عبارة عن 125 بتساوي ان 1، الان 1 عندي اللي هي عبارة عن 850 على ان 2، ومن القانون ده هبدأ أطلع الديامتر بتاع البولي الكبيرة اللي هيبدأ يطلع عبارة عن 625 ملم، والسرعة ان 2 اللي هي في الحاله دي عباره عن 170 ار بي ام. يبقى دي كده عباره عن الخطوه رقم 1 اللي هي عباره عن السبيد ريشيو. بعد كده نبدا نشوف الخطوه رقم 2. الخطوه رقم 2 عندي ان انا ابدا اطلع السرعه اللي هي عباره عن الفي اللي هي عباره عن باي دي 1 ان 1 على 60 في 10 اس 3، ولازم تطلع لي الوحده بالمتر على الثانيه، فتبقى عباره عن باي الدي 1 الدايمتر بتاع البولي الاولانيه اللي هي عباره عن 125 في السرعه 850 على 60 في 10 اس 3. هنبدا من هنا نبدا نجيب السرعه، والسرعه في الحاله دي هي عباره عن 5.56 متر على الثانيه.
يبقى دي كده عبارة عن أول خطوتين. افرض هنا مثلا ما كانش مديني الديامتر بتاع البولي الصغيرة، أنا هنا مش مديني الديامتر دي واحد، تمام كده؟ الديامتر دي واحد هو مش مديهولي. طيب هنبدأ نعمل إيه عشان أبدأ برضو أحل، لأن أنا هحتاج السرعة. فهتبدأ تروح على طول للخطوة رقم 4، يبقى هتبدأ تروح للخطوة رقم 4، ان لان الخطوه رقم 4 قلنا ان انا ممكن من هنا ابدا اجيب المينيمم ديامتر بتاع البولي. فهنبدا اول حاجه نخش بالهورس باور. الهورس باور اللي معانا هي عباره عن كام؟ هي عباره عن 55. الهورس باور عباره عن 55. طيب الهورس باور ال 55، يبقى انا هنا لو رحت للبيلت سيكشن اللي هو عباره عن السي، لو رحت للبيلت سيكشن اللي هو عباره عن السي، لان السي ممكن ياخد من 10 للمية، او ممكن اخد الدي اللي هو عبارة عن من 30 ل 200، او ممكن اخد التايب اي اللي هو من 40 ل 350. فدي كده انواع انا ممكن ابدأ بيها واستخدمها. ففي الحالة دي قلنا ان احنا نبدأ اول حاجة بالسي، تمام كده؟ فهدخل عند السي ابدا اجيب المينيمم ديامتر. هلاحظ ان الدي مينيمم في الحاله دي هتكون عباره عن 200. ففي المساله لو ما كانش مديني قيمه الدي واحد في الحاله دي، فانا هقوم جاي قايل له الدي واحد هي عباره عن 200 ملم، لكن هنا هو مديني قيمه الدي واحد، فخلاص هبدا استخدمها زي ما هي. طيب بعد كده الخطوه رقم 3، زي ما اتفقنا الخطوة رقم 3 هنبدأ نجيب السي السنترال ديستانس. طبعا هو هنا مديني قيمة السنترال ديستانس، فأنا مش محتاج أفرضها، فتكون قيمة السي هي عبارة عن 1000 ملي متر. يبقى دي كده عبارة عن الخطوة رقم 3. بعد كده الخطوة رقم 4، تعالى نبدأ نشوف الخطوة رقم 4 اللي هي عبارة عن التيبل. زي ما اتفقنا هنبدأ نخش التيبل، والتيبل ده هنبدأ أول حاجة بالنوع اللي هو عبارة عن السي. فتعالى بقى نبدأ نجيب الدلتا ونبدأ نجيب الزد ماكس. يبقى لو دخلنا عند التايب سي اللي هو الباور بتاعه من 10 ل 100، هنبدأ نجيب قيمة الزد. هنلاحظ إن قيمة الزد في الحالة دي الزد ماكسيمم هي عبارة عن 14، وقيمة الدلتا زي ما اتفقنا اللي هو عبارة عن الفرق ما بين البيتش لينس والإنسايد لينس هتكون في الحالة دي هي عبارة عن 56. يبقى لو خدت الرسمة دي كده بس إيه على جنب شوية هنا كده، فهنبدأ نقول له في الحالة دي at type C الدلتا هي عبارة، أنا في الحالة دي اخترتها هي عبارة عن 56، والزد ماكسيمم في الحالة دي هيكون عبارة عن 14. يبقى ده كده أول حاجة أنا هبتدي بالبيلت سيكشن اللي هو عبارة عن السي. طلع سيف معايا في النهاية، يبقى أنا خلاص خلصت المسألة. ما طلعش سيف، يبقى أنا هروح لسيكشن أعلى منه اللي هو عبارة عن الدي. طيب يبقى دي كده طلعنا الخطوة رقم 4. ممكن برضو ناخد ده كده. نشيل بقى المثال ده. يبقى دي كده عبارة عن الخطوة رقم 4. الخطوة رقم 4 ان انا بدأت ادخل عند التيبل، قابلني ان انا ممكن استخدم الانواع دي من البيلت. ببدا اول حاجه بالسي، طلعت قيمه الزد وطلعت قيمه طلعت قيمه الدلتا وطلعت قيمه الزد ماكسيمم. طيب بعد كده زي ما اتفقنا ان قيمه الدلتا دي، قيمه الدلتا هي عباره عن البيتش لينز ناقص الانسايد لينز. ففي الحاله دي هنبدا اول حاجه نجيب ال بي في الخطوه رقم 5. هنبدأ بعد كده نخش على الخطوة رقم 5. تعالى نبدأ نشوف الخطوة رقم 5 كانت بتقول ايه. الخطوة رقم 5 معانا هي عبارة عن ان احنا نبدأ نجيب قيمة ال LB. فهنبدأ نجيب قيمة ال LB. ال LB في الحالة دي هنبدأ نعوض تعويض مباشر، هي عبارة عن 2 الC هو عبارة عن Central Distance في 1000 زائد باي على ال 4.
الديامتر بتاع البول الكبيره زائد الديامتر بتاع البول الصغيره اللي هي عباره عن الدي 1 والدي 2، انا كنت لسه مطلعهم. الدي 1 اللي هي عباره عن 125 والدي 2 اللي هي عباره عن 625، فهتبقى 625 زائد 125 زائد بعد كده الدي لارج ناقص الدي سمول، فهتبقى عباره عن 625 ناقص 125 تربيع على 4 سي. يبقى دي كده عباره عن الخطوه رقم 5 ان انا ببدا اطلع منها ال ال بي، هتبدا يطلع ال ال بي عندك ب 2651.54 والوحده عندي بالمليمتر. طيب بعد كده الخطوه رقم 6، الخطوه رقم 6 ان انا ابدا اخش التيبل، الخطوه رقم 6 ان انا ابدا اخش التيبل، الخطوه رقم 6 ان انا هبدا اخش التيبل عشان ابدا اجيب ال بي ستاندر او الستاندر بتاع البيتش لينس. احنا شفنا او طلع معانا ان ال بي اللي طلعت معانا من الخطوه رقم 4 هي عباره عن 2651.54. طبعا انا هنا كنت مختار البيلت سيكشن عندي هو عباره عن السي، فهنبدا نخش على السي ونشوف اقرب قيم للال بيتش. طيب ال بي في الحاله دي اقرب قيم لها هي عباره عن ال 2400 وال 2700، يبقى في عندي ممكن استخدم 2494 وممكن استخدم 2723. هنبدا نجيب الفرق ما بين القيمتين دول وقيمه ال بي ونبدا ناخد اقل فرق ما بينهم. ففي الحاله دي في ال 2449 هلاحظ ان الفرق هو عباره عن 175.54، طبعا فرق كبير. 2723 هلاحظ ان الفرق هو عباره عن 71.46، ففي الحاله دي هبدا استخدم ال 2723. تمام كده؟ فهبدا اقول له ان ال بي ستاندر هي عباره عن 2723 طبعا ملي ايه؟ مليمتر. يبقى انا بروح اشوف القيمه بتاعتي اللي انا جايبها من الخطوه رقم 5 شكل القيمه بتاعتها عامله ازاي. بعد كده هبدا اخش التيبل عن طريق البيلت تايب وابدا اشوف القيم دي متراوحه ما بين ايه، وابدا اجيب الفرق ما بين كل قيمه واختار الاقرب. يبقى ال 2651 هي اقرب ل 2723، يبقى ده كده عندي الخطوه رقم 6 ان انا بدات اجيب ال ال بي او الستاندر بتاع البيتش لينس. يبقى ده كده الخطوه رقم 6 اللي هي عباره عن ال ال بي ستاندر. بعد كده الخطوه رقم 7 ان انا ابدا اجيب ال ال اي ستاندر. زي ما اتفقنا ان احنا عندنا الدلتا دي هي عباره عن ال بي ناقص ال ال اي، فمن القانون ده نقدر اجيب ال ال اي ستاندر وال ال بي ستاندرد في الحاله دي هيكون عباره عن ال ال اي ستاندرد مع في الحاله دي هو عباره عن ال ال بي ناقص الدلتا. ال ال بي في الحاله دي اللي هي عباره عن 2723 ناقص الدلتا انا كنت جايبها اللي هي عباره عن 5 او 56، فهتبقى قيمتها عباره عن 2676. تمام كده؟ يبقى دي كده عباره عن الخطوه رقم 7 ان انا بدات اجيب ال ال بي ستاندر. طبعا برضو انت عندك تيبل، التيبل ده اللي هو عباره عن ستاندر انسايد لينس. طبعا لو جيت تشوف القيمه اللي انت بتطلعها لازم تلاقي القيمه اللي انت بتطلعها دي في التيبل، يعني دي كده بتقول لك انت شغال صح ولا شغال غلط. فانت هنا المفروض ان انا بدور على قيمه اللي هي عباره عن 2667، فانت لو جيت تلاحظ هنا على الطرف الشمال ده هتلاقي ان القيمه بتاعتك موجوده اللي هي عباره عن 2667. يبقى انت كده لحد الخطوه رقم 7 انت ماشي المساله مظبوط، مفيش اي مشاكل. طيب بسبب بقى ان احنا غيرنا اللينس بتاع ال بي البيتش لينس وغيرت الانسايد لينس، فانا كده يعتبر غيرت الابعاد بتاعه البيلت، فانا محتاج ارجع احسب تاني قيمه السي من جديد. يبقى دي كده اللي هي عباره عن الخطوه رقم 8
ان انا ابدا احسب قيمه السي الجديده، لان انا كده اعتبر غيرت الدايمنشن او الابعاد الخاصه بالبيلت. يبقى دي كده عباره عن الخطوه رقم 8، ان انا ابدا احسب قيمه جديده للسي. طيب هنبدا نحسبها من انهي قانون؟ هنبدا نحسبها من القانون اللي هو القانون رقم اللي موجود في الخطوه رقم 5، اللي هو عباره عن بجيب منه قيمه البيتش لينث. هبدا برضو استخدم نفس القانون ده بحيث ان انا ابدا احسب قيمه السي. فالبيتش لينث الاستاندر اللي انا طلعتها هي عباره عن 2700. القيمه الاستاندر اللي انا طلعتها هي عباره عن 2723، هتبدأ تساوي 2 السي اللي هي عبارة عن 2 في 1000 اللي هي عبارة عن 2000 زائد باي على الأربعة، الديامتر بتاع البولي الكبيرة زائد الديامتر بتاع البولي الصغيرة. فهيبدأ القيمة، ده أنا هنا بقى السي مش معايا أصلا، تمام كده؟ السي هنا ما تحطهاش 1000، ده أنت السي أنت عايز تبدأ تعمل لها كالكوليت أصلا، ماشي؟ فيبقى عبارة عن 2 السي زائد باي على الاربعه، دي لارج زائد دي سمول. طبعا الدي لارج ودي سمول انا معايا القيم بتاعتهم، هيطلعوا لي في النهايه اللي هو عباره عن 375 على الاثنين في الباي، زائد ديامتر البولي الصغيره ناقص ديامتر البولي الكبيره ناقص ديامتر البولي الصغيره على 4 السي، اللي هيطلع في الاخر 500 تربيع على 4 السي. تمام كده؟ يبقى دي كده المعادله. كل الاختلاف ان هنا كان بيطلع لي ال ال بي، لا انا هنا شغال بال ال بي ستاندر. طيب انا هنا عايز معادله، فده كده هبدا اخد الطرفين دول وابدا اضربهم في 4 سي عشان اتخلص من الاربعة سي اللي موجود عندي في المقام ده. فيبدا هنا يطلع لي عباره عن 4 في 2723 سي، زائد لما تيجي تضرب هتبقى عباره عن 2 في 4 اللي هي عباره عن 8 سي تربيع، زائد القيمه دي لما تيجي تضربها في 4 سي هيبقى عباره عن 750 باي سي، زائد ده كده يبقى عباره عن 500 تربيع. طبعا اخلي المعادله دي معادله صفريه، هجيب كل المعادله دي في طرف لوحده بتساوي الصفر. فيبقى عبارة عندي 8 سي تربيع ناقص 8 5 3 5.8 سي، أنا فكيت الجزء ده، زائد 500 تربيع، كل الكلام ده بيبدأ يساوي الصفر. طبعا المعادلة دي معادلة نقدر نحلها عن طريق الآلة، أو ممكن طبعا تحلها عن طريق قانون المميز وتبدأ تجيب الجذور بتاعتها، اللي هو عباره عن السي 1 والسي 2. فهنا هتبدا ممكن تستخدم الاله على طول وتبدا تجيب السي 1 وتبدا تجيب السي 2. طيب السي 1 طلعت معايا اللي هي عباره عن 1036.84 ملم، والسي 2 طلعت ب 30.139. لو طلعوا القيمتين بالموجب هتبدا تختار اعلى قيمه، يبقى سي نيو في الحالة دي هي عبارة عن 1063.84 ملي متر. طيب يبقى هنا طلعت لي هنا قيمتين موجبين، فأنا هنا هبدأ أختار أعلى واحدة فيهم. لو طلعت لك قيمة موجبة وقيمة سالبة فأنت هتبدأ تختار برضو القيمة الموجبة. يبقى دي كده الخطوة رقم 8، إن أنا أبدأ أحسب أو أغير السي. طبعا السي هنا اتغيرت عندي، هي كانت في المسألة هي عبارة عن 1000، لكن بما اني انا غيرت نوع البلت فبدات السي تبقى عباره عن 1036.84 ملم. يبقى دي كده عباره عن الخطوه رقم 8. بعد كده الخطوه رقم 9 هنبدا نحسب السيتا. الخطوه رقم 9 اللي هي عباره عن الكونتاكت انجل اللي عباره عن السيتا، فالسيتا هي عباره عن 2 كوزاين انفرس ل دي لارج ناقص دي سمول على 2 سي، فتبقى عباره عن 2 كوزاين دي لارج اللي هي عباره عن 625 ناقص 125 على 2 في قيمه السي الجديده بقى اللي هي عباره عن 1063.84
وهيبدأ يطلع القيمة عندي اللي هي عبارة عن 152 درجة. يبقى دي كده عبارة عن الخطوة رقم 9، إن إحنا نبدأ نحسب قيمة السيتا أو نبدأ نحسب قيمة الكونتاكت أنجل. طيب بعد كده نبدأ نروح تاني للخطوات. يبقى أنا كده خلصت، يبقى أنا كده نبدأ نشوف الخطوة رقم 10. الخطوة رقم 10 هنبدأ نجيب الدي إي. والدي اي في الحاله دي هي عباره عندي هو عباره عن الكي دي في الدي سمول. طيب الدي سمول عندي في المساله كانت عباره عن ايه؟ الدي سمول عندي في المساله الدي سمول هي عباره عن الدايمتر بتاع البولي الصغيره اللي هي عباره عن 125 ملم. وهنا عشان ابدا اجيب الدي اي فهي عباره عن الكي دي في الدي سمول. طيب فاول حاجه لازم اجيب الكي دي، فالكي دي ببدا اجيبه عن طريق السبيد ريشيو. فانا السبيد ريشيو كانت عندي في المساله هي عباره عن 5، فتبدا نخش التيبل عند السبيد ريشيو. هلاحظ ان السبيد ريشيو ما بين 1 ل 1.019، من 1.02 وهكذا، الاقي اعلى حاجه من 2.949 اند اوفر، يبقى انا شغال في الجزء ده. فهنبدا نجيب الكي دي، هتبدأ تطلع معايا هنا اللي هي عبارة عن 1.14. هنبدأ نعوض فوق عشان أجيب الدي إي، فتبقى عبارة عن 1.14 في الدي سمول اللي هي عبارة عن 125، فتبدأ تطلع معايا الدي إي هتبقى عبارة عن 142.5 ملم. يبقى أنا هبدأ آخد الخطوات دي. يبقى دي كده عبارة عن الخطوة رقم 10. يبقى دي كده عبارة عن الخطوة رقم 10، إن أنا بدأت أخش التيبل عشان أبدأ أول حاجة بالديامتر بتاع البول الصغيرة عشان في النهاية أبدأ أجيب الدي إي. محتاج اول حاجه عشان اخش التيبل ان انا ابدا اجيب السبيد ريشيو، وبعد كده ابدا اجيب الكي دي، وبعد كده نبدا نجيب الدي اي. يبقى دي كده عباره عن الخطوه رقم 10. بعد كده الخطوه رقم 11 ان احنا نبدا نخش التيبل عشان ابدا اطلع قيمه الهورس باور الخاصه بالبيلت الواحد. طيب انا هنا هنبدا نعمل ايه؟ هنا اول حاجه هتبدا تخش بالسكشن اللي انت مختاره. انا هنا شغال في الاول حاجه على السكشن اللي هو عباره عن السي، فدي كده المعادله الخاصه بيه اللي احنا بنجيبها اللي هي عباره عن يبقى الهورس باور بيلت، الهورس باور للبيلت الواحد هي عباره عن 2.01 في الفي سالب 9 من 100 ناقص 194.8 على الدي اي ناقص 3.18 في 10 أس سالب 4، كل الكلام ده مضروب في الفي. زي ما اتفقنا ان الفي هي عباره عن السبيد، والدي اي دي كده اللي هي عباره عن الخطوه اللي انا جايبها من الخطوه رقم 10. ده كده انا محتاجه عشان ابدا اعوض واجيب الهورس باور الخاصه بالبلت الواحد. طيب لو جيت تلاحظ ان اخر عمود هنا هو عباره بمديك اللي هو عباره عن قيمه الدي اي، يبقى عشان اشتغل مع البيلت سي او سيكشن سي لازم تكون الدي اي وقع ما بين 180 ل 300. طيب انا هنا الدي اي اللي كانت جايبها من الخطوه رقم 10 كانت عباره عن 142.5. طيب ال 142.5 هي اقل من ال 180، فانا هروح اختار ال 180. يبقى انا في الحاله دي اختار الدي اي، اشطب على القيمه دي ويبقى الدي اي هي عباره عن 180. طيب لو كانت الدي اي مثلا هي عباره عن 500، لا يبقى هنا هي عباره عن 500، يبقى هي برده مش واقعه في الرينج، فانا هنا هقوم جاي مختارها بالقيمه 300. يبقى الدي اي لو كانت واقعه في الرينج هختارها زي ما هي. طيب لو كانت اقل من الرينج يبقى هختار اقل حاجه في الرينج اللي هي عباره عن 180، كانت اكبر من الرينج يبقى انا هختار اكبر قيمه اللي هي عباره عن ال 300. يبقى في الحاله دي الدي اي عندي هتبقى في القانون هنا ب 180، والفي طبعا انا كنت مطلعها من الخطوه رقم الفي كنا مطلعينها فين؟ كنا مطلعينها من الخطوه رقم 2 اللي هي عباره عن 5.56.
اللي هي عبارة عن 5.56، يبقى أنا محتاج القيم دي. يبقى دي كده عبارة عن الخطوة رقم 11. الخطوة رقم 11 إن أنا دخلت التيبل، طبعا ده كده الخاصة بالتايب سي سيكشن، تمام كده. وكانت الدي اي عنده، كانت الدي اي عنده كانت بتتراوح من 180 ل 300، فانا الدي اي اللي موجوده معايا هي عباره عن 142.5، اقل من ال 180، فانا هقوم جاي مختار ال 180. وعندي الفي كنت جايبها من الخطوه رقم 2 اللي هي عباره عن 5.56، طبعا ده كده ملي متر، وده كده اللي هي عباره عن متر على الثانيه. فهنبدا نعوض في العلاقه اللي موجوده معانا دي عشان ابدا اطلع الهورس باور الخاصه بالبلت الواحد، هتكون عباره عن 2.01. الفي في الحاله دي هي عباره عن 5.56 اس سالب 9 من 100 ناقص 194.8 على الدي اي، زي ما اتفقنا انها تكون في الحاله دي عباره عن 180 ناقص 3.18 في 10 اس سالب 4. كل الكلام ده مضروب في 5.56، هتبدا تطلع لك الهورس باور بالبلت هتكون عباره عن 3.5. يبقى البلت الواحد بيبدا يستحمل باور عباره عن 3.5. طيب يبقى دي كده عباره عن الخطوه رقم 11. هنبدا نشوف الخطوه رقم اللي بعدها اللي هي عباره عن خطوه رقم 12، ان انا من خلالها هبدا اطلع الهورس باور ديزاين. تعالى نرجع كده برضو نشوف الجداول الخاصة بيها. يبقى الخطوة رقم 12 ان انا محتاج هنا ابدأ احسب قيمة الهورس باور ديزاين اللي هي عبارة عن الهورس باور موتور. طبعا الهورس باور الخاص بالموتور هي عبارة عن 55. بعد كده محتاج ابدأ اطلع الكي اس والكي ال والكي اي. تعالى نبدأ نشوف هنطلعهم ازاي. اول جدول موجود معانا اللي هو عبارة عن السيرفس فاكتور اللي هو عبارة عن الكي اس. طيب الكي اس يبقى انت بتدخل اول حاجه بتشوف هل السرعه عندك اكبر من 600 ولا السرعه عندك اقل من 600 ار بي ام. طبعا السرعه عندي كانت عباره عن 850، فانا هبدا اختار اللي هو عباره عن اوفر 600 ار بي ام. بعد كده بيبدا يقول لك البيلت ده شغال كام ساعه في اليوم، هل هو مثلا 10 ساعات في اليوم، 16 ساعه في اليوم، اكتر من 16 ساعه. فانا مثلا هنا هختار اللي هو عباره عن 16 ساعه في اليوم. وبعد كده اختار السيرفس نفسها، هل الاستخدام بتاع البلت ده خفيف متوسط هكذا. يبقى هنا انا هنا اخترت بالنسبه لي الكي اس، يبقى انا اخترت هنا اللي هو عباره عن اوفر 600 ار بي ام، ده كده الخاص بالسرعه. والبلت ده شغال عباره عن 16 ساعه في اليوم. ونوع التشغيل بتاعه عباره عن هيفي. ففي الحاله دي هنبدا نطلع الكي اس هتكون عباره عن 1.3، من هنا يبقى الكي اس عباره عن 1.3. طيب بعد كده هنبدا نجيب الكي ال. الكي ال هنبدا نخش هنا عباره عن النومينال انسايد لينس اللي هو عباره عن ال ال اي، فنبدا نخش هنا عن طريق ال ال اي. طب تعالى نرجع كده نبدا نجيب ال ال اي اللي موجود معانا اللي هو عباره عن ال ال اي ستاندر. ال ال اي ستاندر احنا كنا مطلعينه بكام؟ كنا مطلعينه اللي هو عباره عن 2667. فنبدا نرجع هنا ال ال اي انا كنت مطلعه عباره عن 2667 ملم. فهنبدا هنا ندخل ونشوف اقرب قيمه له ايه. هنلاحظ ان اقرب قيمه له هي عباره عن 2464. وعند البيلت سيكشن اللي انا مختاره اللي هو عباره عن سي، هنلاحظ ان القيمه بتاعتها هي عباره عن 0.92. طيب ادام انا مش معايا قيمه ال 2667، فانا رحت جبت قيمه قريبه منها
وهنبدأ نقول إن 2464 بتبدأ تديني قيمة للكي ال عبارة عن 0.92. يبقى ده كده علاقة ما بين الانسايد لينس والكي ال. طيب لو الانسايد لينس عندي هو عبارة عن 2667، فمن هنا محتاج أجيب الكي ال، فنبدأ نضرب طرفين في وسطين، والكي ال في النهاية هتبدأ عبارة عن 0.92 في 2667 على 2464، فهتبدأ نطلع الكي ال في النهاية هتبقى عبارة عن 0.995. يبقى احنا هنا جبنا قيمة الكي ال. طبعا الجداول هنا استخدامها سهل، سواء في اول جدول او برضو في تاني جدول. بعد كده الخطوة رقم 3 ان انا ابدأ اطلع الكي اي، والكي اي هنا بيبدأ يعتمد على قيمة السيتا اللي انا مطلعها. السيتا اللي انا مطلعها كانت عبارة عن 152 درجة، فانا هنا برضو هبدأ اروح على الارك اوف كونتاكت اللي عبارة عن الانجل سيتا. الانجل سيتا هنا اقرب حاجة ليها اللي هي عبارة عن 150، فمن هنا هنبدأ نجيب قيمة الكي اي، والكي اي في الحالة دي هتبدأ تطلع ب 0.92. يبقى دي كده اللي انا محتاجه عشان ابدأ احل الخطوة رقم 12 اللي هي عبارة عن الهورس باور ديزاين. يبقى الخطوة رقم 12 اللي هي عبارة عن الهورس باور ديزاين. نرجع تاني، الهورس باور بتاع الموتور هي عبارة عن 55، الكي اس في الحالة دي هي عبارة عن 1.3، الكي ال جبناها عبارة عن 0.995، والكي اي اخر حاجة جبناها عبارة عن 0.92. يبقى من هنا هنبدأ نجيب الهورس باور ديزاين، فكون عبارة عن 55 في 1.3 على 0.995 في 0.92، فهيكون عبارة عن 87.11. طيب يبقى انا هنا طلعت الهورس باور ديزاين، الهورس باور الكلية اللي موجودة معايا، ومعايا الهورس باور اللي بيستحملها البيلت الواحد، فهنبدأ نجيب عدد البيلت المستخدم اللي هو عبارة عن الزد. يبقى دي كده عبارة عن الخطوة رقم 13، الزد في الحالة دي هيكون عبارة عن الهورس باور ديزاين على الهورس باور اللي بيستحملها البيلت الواحد اللي هي عبارة عن 87.11 على 3.5، فتبدأ تطلع قيمة الزد عبارة عن 22.31. طيب هو احنا كان الزد ماكسيمم عندنا كانت قيمتها بكام؟ اللي انا كنت مطلعها من الخطوه رقم 4 كان الزد ماكسيمم عندي هنا ب 14، فانا هنا قيمه الزد في الحاله دي اللي طلعوا لي اكبر من الزد ماكسيمم، فالتصميم بتاعي ده نوت سيف، التصميم بتاعي ده مش نافع. طيب الحل ايه؟ الحل بدل ما كنت انا مختار تايب سي اروح اختار تايب اعلى من السي وليكن اللي هو عباره عن الدي. يبقى هنرجع تاني نحل المسألة. مش لازم المسألة على بعض يبقى ما هي عرفانة كده وكل المسائل واحدة. يبقى كده التصميم هنا نوت سيف، يبقى هنا وي ويل يوز تايب دي. يبقى هنبدأ هنا نروح ونجرب مع التايب دي. طبعا كل الخطوات بقى ثابتة تمام كده، الخطوة رقم 1، الخطوة رقم 2، الخطوة رقم 3، مفهومش اختلاف، كلهم خطوات ثابتة. كل الخطوة اللي هتفرق معايا ان انا هنا الخطوة رقم 4 هرجع احسبها من تاني، لان انا في الحالة دي هبدأ استخدم الدي. يبقى تاني هنبدأ هنا من الخطوة رقم 4، هنبدأ اول حاجة قلنا اللي هو عبارة عن الدي، هنبدأ نرجع تاني للتيبل. الدي في الحالة دي تعال نكبر بس ايه ده كده، هنيجي هنا نقول add type دي، وهنبدأ نجيب قيمة الdifference وقيمة الزد maximum. يبقى الدي في الحالة دي هنلاحظ هنا ان قيمة
الديفرنس هتكون في الحاله دي هي عباره عن 79، وقيمه الزد ماكسيمم برضو طالعه بنفس القيمه اللي هي عباره عن 14. بعد كده هنبدا برضو نعيد نفس الخطوات، الخطوه رقم 5، الخطوه رقم 6. طبعا كل الخطوات دي مش هيكون فيهم اي اختلاف خالص، خطوه رقم 7 8 9، كل الكلام ده مفيش فيه اي اختلاف. طب امتى يبدا يحصل الاختلاف؟ يبدا يحصل الاختلاف من الخطوه رقم 10. تمام كده، يبقى تاني، يبقى دي كده الخطوه رقم 4. الخطوه رقم 4 ان انا هنا طلعت الدي، هنبدا نقول ان الدي عندي بيبدا يستحمل من 30 لحد 200 هورس باور، وقيمه الدلتا طلعت معايا عباره عن 79، وقيمه الزد ماكسيمم برضو طلعت معايا بالقيمه اللي هي عباره عن 14. بعد كده باقي الخطوات، بعد كده الخطوه رقم 5 هي ثابته، ال ال بي قد طلع معايا 2651.54 ملم. بعد كده جبت ال ال بي ستاندر اللي هو عباره عن 2723، دي كانت الخطوه رقم 6. هدلك ماشي كل الخطوات دي لحد الخطوه رقم 10، طبعا كلها واحده ممكن اصلا ما تكتبهاش. بعد كده الخطوه رقم 10 هنبدا نحسب قيمه الدي اي. تعالى كده نرجع تاني للتيبل عند الخطوه رقم 10، دي كده الخطوه رقم 10، يبقى ده كده في الدي اي. طبعا الدي اي برضو هيطلع نفس الكلام، ما فيهاش برضو اختلاف، يعني حتى الخطوه رقم 10 برضو ما فيش فيها اختلاف، الدي اي هيطلع نفس القيمه اللي هي عباره عن 142.5 ملم. هنبدا بقى الاختلاف اول حاجه من الخطوه رقم 11. يبقى الخطوه رقم 11 بدل ما كنت انا هنا هبدا ادخل على السي، يبقى في الحاله دي هنبدا نختار البيلد اللي هو عباره عن الدي، ونبدا نشوف المعادله الجديده بتاعته. يبقى هنا هنبدا برضو نجيب الهورس باور الخاصه بالبلت الواحد، هتكون عباره عن 4.29 في سالب 9 من 100 ناقص 690 دي على الدي اي ناقص 6.48 في 10 اس سالب 4 في تربيع. خلي بالك هنا كان في هنا في تربيع، نسينا نكتب الفي تربيع، كان هنا في في تربيع. تمام كده، في تربيع، كل ده مضروب في الفي. طيب بعد كده هكذا برضو الدي اي اللي كانت موجوده معايا هي عباره عن 142.5، فهنا الرينج بتاع الدي اي هو عباره عن من 300 ل 425، يبقى ادام هي اقل من الرينج فانا هنا هختار اقل حاجه، فهتبقى الدي اي في الحاله دي هتكون عباره عن 300، والسرعه زي ما هي عباره عن 5.56. فهنبدأ ناخد الجزء ده. تمام كده، يبقى دي كده الخطوة رقم 11 اللي أنا بجيب منها اللي هو عبارة عن الهورس باور على البلت الواحد، الهورس باور على البلت الواحد. هنبدأ نعوض، ومن هنا هنبدأ نجيب الهورس باور على البلت. هتبدأ تطلع طبعا الدي اي في الحالة دي، أنا مش هستخدم قيمة الدي اي دي، أنا هستخدم 300 والسرعة، طبعا ده كده برضو مليمتر، وده كده عبارة عن متر على الثانية. فهتطلع معايا الهورس بيلت، الهورس باور على البيلت هي عبارة عن 7.54. بعد كده الخطوة رقم 12 زي ما هي من المرات اللي فاتت، إن أنا هطلع قيمة الهورس باور ديزاين، قيمة الهورس باور ديزاين فطلع معايا اللي هي عبارة عن 87.11. بعد كده الخطوة رقم 13 هتبدأ تطلع قيمة الزد اللي هي عبارة عن الهورس باور ديزاين 87.11 على الهورس باور بالبلت اللي هي عبارة عن 7.54، هيبدأ يطلع لي هنا 10.35، فهنبدأ نقربها لأقرب رقم صحيح اللي هو عبارة عن 11،
وفي الحالة دي ال11 أقل من الزد ماكسيمم، فالتصميم بتاعي في الحالة دي سيف ديزاين. تمام كده؟ يبقى طلع لي من الخطوة الأولانية من حل المسألة إن الزد هنا أكبر من الزد ماكسيمم، فالمسألة طلعت معايا نوت سيف. فبعد كده قلت هنبدأ نختار نوع طيب أعلى اللي هو عبارة عن الطيب دي. أول لحد الخطوة رقم 10 كل الكلام ده زي ما هو، ما عدا الخطوة رقم 4 اللي أنا طلعت منها الديفرنس والزد ماكسيمم. تمام كده؟ أنا مش محتاج الخطوات دي، أنا كده ممكن ألغي الكلام ده، أنا مش محتاجه لأنه هو عبارة عن خطوات ثابتة. يبقى أنا على طول رحت الخطوة رقم 4، بعد كده رحت الخطوة رقم 11، جبت الهورس باور بير بيلت على المعادلة الجديدة وعلى الدي اي الجديدة. بعد كده الهورس باور ديزاين الخطوة رقم 12 خطوة ثابتة، بعد كده خطوة رقم 13 إن أنا بعمل التشيك الثاني، ومن هنا لقيت إن التصميم عندي تصميم سي. طيب بعد كده آخر خطوة موجودة معانا خالص اللي هي عبارة عن الخطوة رقم 14 اللي من خلالها بتبدأ ترسم، بتبدأ تخش التيبل ده وتبدأ من خلاله تجيب كل الأطوال اللي أنت شايفها دي. يبقى هتبدأ تعمل إيه؟ يعني مثلا هنبدأ ناخد ده كده بالنسبة للبولي. تعال مثلا نبدأ أول حاجة بالبولي الصغيرة. يبقى هنبدأ أول حاجة، يبقى ده كده أول حاجة فور سمول بولي، ده كده بالنسبة للبولي الصغيرة. طبعا هنا نوع برضو البيلت اللي هو عبارة عن السي. طيب لو جيت تلاحظ هنا هتلاحظ ان البيتش ويدث اللي هو عبارة عن ال بي، ال بي في الحالة دي ال بي هو عبارة عن 19، فانت هتبدأ ترسم الرسمة وتبدأ تجيب القيم بتاعتها. ال بي في الحالة دي هو عبارة عن 19، قيمة البي في الحالة دي هو عبارة عن 75، قيمة البي طبعا ده كده اللي هو عبارة عن البي، طبعا دي مش 75، هي عبارة عن 5.7، ده كده اللي هي عبارة عن 5.7. تمام، هو بس متشال من الطباعة. يبقى دي كده عبارة عن قيمة البي. بعد كده محتاج أبدأ أجيب قيمة الاتش. طبعا الديامتر بتاع البولي، الديامتر بتاع البولي الصغيرة هو عبارة عن 125، فقيمة الدي ده هو عبارة عن، لو اعتبرنا ان ده كده عبارة عن الديامتر كله، فهو عبارة عن الديامتر ناقص 2 قيمة البي، فالدي ده هو عبارة عن الديامتر ناقص قيمة 2 البي، فهي عبارة عن 125 ناقص 2 في 5.7، فيبدأ يطلع لك البي ده كده اللي هو عبارة عن البي، الدي آسف ده كده اللي هو عبارة عن الدي، فيبدأ يطلع القيمة معاك. اوه ثانية بس، ده هنا الاختلاف ان احنا هنا البيلت هو عبارة عن البيلت دي مش البيلت سي، البيلت سي ده احنا خلاص كان طلع نوت سيف. فتعالى بقى نرجع نعيد الكلام تاني. فأول حاجة ال ال بي هتبدأ تطلع بقيمة 27، بعد كده البي هتبدأ تطلع بالقيمة اللي هي عبارة عن 8.1، بعد كده القيمة دي اللي هي عبارة عن 8.1، بعد كده هنبدأ نجيب قيمة الدي في النهاية اللي هي تطلع عبارة عن 108.8. طبعا جبنا قيمة ال ال بي والبي، بعد كده ممكن تبدأ تجيب ايه، ممكن تجيب قيمة ال اتش. تلاحظ ان قيمة ال اتش في الحالة دي هي عبارة عن 19.9. بعد كده نبدأ نجيب قيمة ال اي اللي هي عبارة عن 37. بعد كده هنبدأ نجيب قيمة ال اف اللي هي عبارة عن 24. طبعا كل القيم دي موجودة عندك، يبقى انت هترسم ده، هترسم السكشن ده، هترسم السكشن ده، وعند كل سكشن هتبدأ تجيب الاف، هتلاقي الاف هنا بتساوي كام؟ 24، تقوم جاي كاتب له الاف هنا ب 24. انت هتشيل بقى الاف دي وتكتب هنا 24، هتشيل بقى تشيل الاي دي وتكتب قيمتها اللي هي عبارة عن 37، لأن خلي بالك هو كان طالب ان انت تبدأ تعمل ايه؟ تحل المسألة دي وتبدأ تعمل السكتش، ديزاين اند ميك سكتش، اهو ده كده حاجه برضو ايه من ضمن الخطوات اللي انا من خلالها ببدا
هجيب منها الأبعاد. يبقى ده كده بالنسبة للسمول بولي اللي هو موجود على البولي الصغيرة. أنا هنا كده جبت كل الأبعاد، ناقص لي بس إن أنا أبدأ أحسب إيه؟ ناقص لي إن أنا أبدأ أحسب الزاوية اللي هي عبارة عن 2 البيتا. فالاتنين البيتا دي هنبدأ أول حاجة نخش على البولي بيتش دايمتر اللي هو عبارة عن الدي اللي أنا مطلعه. الدي اللي أنا مطلعه هو عبارة عن 180.8، ف180.8 ده أندر 355، فهيبقى عبارة عن 43 درجة. 43 درجة. طيب يبقى الكلام ده بالنسبة لإيه؟ الكلام ده بالنسبة للبولي الصغيرة. طب بالنسبة للبولي الكبيرة هكذا برضو زي ما عملت للبولي الصغيرة، هتبدأ برضو تعمل للبولي الكبيرة. يبقى ده كده فور لارج بولي، تمام كده. هكذا برضو طبعا قيمة ال ال بي هتبقى ثابتة عبارة عن 27، قيمة ال بي هتبدأ تطلع برضو 8.1. كل الاختلاف هيبقى في قيمة الدي. ليه؟ لأن الدايمتر بتاع البولي في الحالة دي هو عبارة عن 625، فلما تيجي تحسب قيمة الدي هي عبارة عن دي ناقص 2 البي، هتبقى عبارة عن 625. 625 ناقص 2 في 8.1، فهتبدأ تطلع القيمة 608.8. هكذا برضو ال H هي قيمتها واحدة، ال F 24، ال E 37. كل الاختلاف برضو يرجع تاني لما تبدأ تجيب قيمة الزاوية اللي هي عبارة عن 2 البيتا اللي هي الزاوية دي بتاعت الجروف. فلما تيجي هنا هتلاحظ ان 2 البيتا هي above ال 500، فهتبقى الزاوية في الحالة دي هي عبارة عن 38 درجة، تمام كده. يبقى دي كده عباره عن اخر خطوه، اخر خطوات بالنسبه للديامتر بتاع البولي الصغيره. يبقى ده كده بالنسبه للبولي الصغيره جبنا الابعاد الخاصه بيها، وبعد كده رحنا جبنا الابعاد الخاصه بالبولي الكبيره. خاصة بالبولي الكبيرة. وهنا يعتبر احنا خلصنا المسألة اللي موجودة معانا. طبعا برضو هي عبارة عن مجموعة من الخطوات الثابتة ما فيهاش أي مشكلة، ومجموعة من الجداول تبدأ تجيب القيم والجداول بطريقة مباشرة على طول. المسائل بتاعة الفي بيلت كلها برضو مسائل واحدة، مجرد إن أنت تطلع الديامتر والهورس باور والسبيد ريشيو والسنترال ديستانس، يبقى أنت كده هتبدأ تعوض في الخطوات الثابته دي لحد ما تبدا في النهايه تصمم او تجيب او تبدا تعمل تصميم او سيلكشن للفي بيلت.